يلا يا سامي، المعكوس الجمعي للسالب 7. 7. 7 حبيبة، جاوبتي صح ولا لا؟ حبيبة جاوبت جاوبت. أمس، جاوبت طب بس يارا هي اللي مجاوبتش. هي يارا مش موجودة أصلا. يلا يا محمد، محمد مين؟ مجدي رجع تاني نفس الأدوار تاني. الربع الثالث للقيم وهو طيب تعالى نرتبهم، يلا نديها بالثمانية. تمام، عشان مش تسعة، هنحط 9 بال11. 7 8 تمام، 9 11 15 17. 15 17. انجز هنا الوسيط مين؟ كمان البزعة بقى ال11 الوسيط والتسعة. ما بين 9 وال11، يبقى الربع الثالث هو مين هنا؟ مين الربع الأول 10. ومين الربع الثالث؟ كمان الربع الأول يكون ال10. ليه ليه؟ ما الربع الأول 8، هي محصورة بين 9 يبقى والسبعة، والربع ال15. الثالث أهو 15 15. في إيه يا محمد؟ هو السؤال صعب للدرجة دي؟ يلا اللي بعده. استنى، كنت نسيت الطريقة أصلا. يلا يا عبد الله، جيت. طيب مروان، السؤال اللي بعده. يلا يا مروان. تمام. المقدار الجبري بين 1 على 4 العدد اتش مطروح منه 2، هو يعني هنعمله عدد بدل ما احنا نعمله كلام. ربع اتش، يبقى ربع مضروب في اتش ناقص 2، شوالي مطروحة منه 2. ناقص 2. اللي بعديه محمد حمادة، في مخطط الصندوق الخط الرأسي داخل المستطيل بيمثل ايه؟ بس المفروض يوسف مين المفروض؟ يوسف بعد محمد حماد. ماشي يلا يوسف. في مخطط الصندوق الخط الرأسي داخل المستطيل يمثل الوسيط. الوسيط اللي هو الخط الرأسي ده يا شباب، اللي جوه الصندوق اللي هو زي اللي تحت ده كده، ده مين؟ بيبقى الوسيط. يلا محمد حماد، انخفاض غواصة. ومحمد حمادة موجود أصلا، دخل. طيب غيره، محمد محمود، انخفاض غواصة 20 متر تحت سطح البحر، يبقى بيمثل العدد بالإيه؟ بالموجب ولا بالسالب؟ الموجب تحت سطح البحر بالموجب ازاي؟ ده احنا تحت، يبقى بالسالب طبعا. سالب. بالموجب لو فوق سطح البحر، قلنا الموجب فوق البحر، تحت البحر سالب، على مستوى البحر يبقى صفر. مريم، إذا كانت المعادلة اللي قدامنا إذا دي كان اكس زائد 4 واكس ب 3، يبقى الواي هتطلع بكام؟ شيل اكس وحطي 3، لحظة 2 في 3. بس ما جيت ماشي يا عبد الله، كملي يا مريم. 10. 10، 2 في 3 ب 6، 6 و 4 10. يلا يا حبيبة، تذهب حبيبي أسماء للتمرين. مرة كل 8 أيام، وتذهب نورة إلى التمرين مرة كل 6 أيام. إذا ذهبت كل منهما التمرين اليوم، فإنهم يلتقيان بص، مجددا لو هما بعد. الاثنين بيعملوا نفس الحاجة معا، امتى يلتقيان معا؟ كلمة يلتقيان معا دي وش كاتب معا، بس دي حاجة هما الاثنين بيعملوها مع بعض، وهما عايزين يعرفوا امتى الاثنين هيتقابلوا مع بعض. فمع بعض معناه ان هو هنجيب مين؟ عين ميم الف ولا ميم ميم الف؟ المضاعف المشترك الاصغر ميم ميم الف. عين ميم الف بنجيبه في ايه؟ في 3 حالات، لو هنوزع او هنقص او هنقسم. لكن هنا هنجيب ميم ميم ألف، يعني هنجيب الثمانية والستة، هنجيب لها الميم ميم ألف. مين هنا الميم ميم ألف للثمانية والستة؟ حليل الستة وحليل الثمانية.
ستة اتنين في تلاتة تمانية، الستة 2 في 3، 8 4 في 2، اللي هي اتنين في اتنين والأربعة والأربعة اتنين، والأربعة 2 في 2. يبقى التمانية اتنين في اتنين في اتنين، تلاتة اتنينات، والستة اتنين في تلاتة. هاتي ميم ميم ألف، هناخد اللي متكرر واللي مش متكرر. اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة، يبقى تمانية ضرب تلاتة ب24. يبقى هما ماشي، هيلتقوا مع بعض امتى؟ بعد 24 يوم. الاتنين هيتقابلوا بعد 24 يوم. سمر، الوسط الحسابي للقيم دي هي مين؟ أين سمر؟ ايوه عشان ما كان مقفول. الوسط الحسابي للقيم، مش عارف، بس انا كنت فاكر ان احنا كنا بنعمل ايه في الوسط طب الحسابي. هو القيم على عدده، الوسيط ترتيب والوسط مجموعهم على عدده. هما القيم مقسمهم على عدده بس، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، 8 زائد 2 10، وستة أربعة 10، 10 و10 20، وخمسة يبقى 25 على 5 بتساوي 5. يلا يا عبد الله، من مخطط الصندوق مين هنا المدى؟ هو المدى اصلا بيساوي ايه الاول يا عبد الله؟ ايه قانون المدى؟ دايما وانت قاعد معايا كده، معاك كشكولك، بتكتب فيه دفترك، بتكتب فيه الحاجات اللي فيها قوانين. بس عايزة يا ناس حضرتك ايه، شاشة سودة، مش سامعاك يا عبد الله، بتقول بيقول الشاشة سودة يا مس، تمام. مس عندك على انت فكرة صوت ايه؟ عبد الله خرج، أنا عنده مشكلة في النت. طيب ايه هو المدى يا محمد؟ محمد مجدي، المدى ايه؟ قانون المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. صح، اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. يلا هات اكبر قيمة وطرحها من اصغر قيمة. أكبر قيمة هنا ال 34، وأصغر قيمة ال24، يبقى الأربعة مع 34، الأربعة هتروح هتكون صفر، وبعدين دي على دي نقول 10. 10 صح. طيب عبد الله طلع تاني، يبقى اللي بعده مروان. يلا يا مروان، أي مما يلي ينتمي لمجموعة حل المتباينة إكس أكبر من أو تساوي 7؟ أعداد صحيحة. يلا يا مروان، سامعني يا اوكي مروان؟ مس، اوكي. يلا اي مما يلي اتفضلي. ينتمي الى مجموعة حل متباينة 7. اكس اكبر من او تساوي 7. في انا مجموعة لسه الاعداد عارفه الصفر، 10 النت عندك بيقطع يا عبد اوكي الله. انا اخد 7 والاكبر منها، يبقى 9 من 6، ولا 8 و1 على 2، ولا 0، ولا 10؟ 10. أكيد مفيش غيرها، هي 9.6 أكبر منها، بس 9.6 دي عدد نسبي، والتمانية ونص أكبر منها بس عدد نسبي برضه، والصفر أصغر منها أصلا، يبقى ما ينفعش غير العدد الصحيح الوحيد اللي أكبر منها هو 10. ناقص ال10. اللي بعديها يلا يوسف. المنوال لمجموعة ايه البيانات هو المنوال يا الثانية، يوسف؟ ايه هو المنوال؟ ايه تعريف المنوال؟ هو القيم الأكثر تكرارا في مجموعة البيانات. تمام، مين القيمة الأكثر تكرارا؟ ثلاثة. صح، ممتاز يا يوسف. اللي بعديه عم محمد حمادة، من ما كذا دخلش الطرق برضه. من البيانات الوصفية الطول. الطول أحسنت، ده وصفية ثواني ثواني، إيه؟ ازاي بس؟ بقول لك إزاي وصفية. بس؟ لما الوزن
بيبقى 35 كيلو أو 37 أو 48 أيا كان الوزن، حتى لو 150. العمر برضو عمر سنتين، 5 سنوات، 20 سنة، 80، 100. الطول 100 سم، 150 سم، 160 سم، يعني كلهم أرقام، يعني كلهم بيانات عددية. الوصف الوحيد هو اسم مدرستك ايه، فهتنطق تقول انا اسم مدرستي صلاح سالم مش عارفة كذا كذا جينيوس، يبقى اسم المدرسة ده بتقوله حروف اهو، يبقى هو وصف. لكن البيانات العددية تبقى عدد. ركز يا محمد، سؤال سهل زي ده ما ينفعش اغلط فيه. اللي بعديه يا مريم. إذا كان سالب 4 و2 من 10 يساوي إكس، فإن إكس يساوي رقم جيم. القيمة المطلقة بتاكل السالب. أحسنت يا مريم، 4.2 هتطلع بره من غير السالب. يلا يا سما. لا يا مس، أنا حبيبي يا حبيبي 21. إذا كان إكس وواي متغيرين حيث إكس متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة الضرب في واحد الضرب أربعة الرابع ثم جمع 5. باء ولا ألف ولا جيم ولا دال؟ ليه؟ ب باء. هضرب الإكس في ربع، واحد يعني ربع ضرب إكس، يعني ربع إكس زائد 5. اللي بعده يلا يا سامي. 5 على 7 زائد 2 على 7 زائد 4 على 7. سما سامعين يا سما؟ يا سما ايوه سامعني. ايوه يا ماما يلا اجمعي. 5 على 7 زائد 2 على 7 زائد 4 على 7، واصلا المقامات المتوحده يعني. هنخلي المقام 7 وهنجمع البسط مع بعض. اجمعي 5 و2 7، 7 و4. 11 11 على طيب السبعة 11 على 7 مش موجودة هنا، فهنشوف 7 في كام يدينا 11 ورقم قريب. 7 في 1 ب7 ويبقى لك فوق كام؟ سبعة في واحد ب7 ويتبقى كام عشان أوصل ل11؟ هيتبقى 4، يبقى 1 و4 على 7. زي شباب لما أقول 5 مثلا على 3، هي 3 في كام يدينا 5، 3 في 1 وهيتبقى 2 عشان أوصل ل5، وهكذا. في حد مش فاهم المعلومة دي؟ في حد مش وصله المعلومة دي قبل كده؟ حد محتاجني أعيدها؟ طيب واحدة تانية عشان أتأكد على المعلومة. لو أنا قلت خالص على 9 على 2 مثلا، هقول 2 تتضرب في كام تديني 9؟ أقرب حاجة 2 في 4 ب8، وهيبقى لي 1 عشان أوصل ل9، يبقى 4.5. اللي بعده مين عليه الدور؟ محمد. يلا يا محمد، عايزين نجيب قيمة المقدار ده، بس نحط كيو الأول ب5. محمد مجدي ولا محمد تاني؟ محمد مجدي، ما انت اللي بتبتدي، ما احنا خلصنا. أوجد قيمة المقدار الجذري لما المفروض لو ابتدي اتحرك الأول من الأرض بالأقوات. يلا بعد الأسس. طب هو بيقول لي ثواني، هنقول تكون احنا شلنا كيو ايه 15 وحطيت لك 5 مكانها. مش خمستاشر لسه بعتها. تساوي 15. 5 في 5 ب25، 25 ناقص ده دول أقواس 20، وعلم الأسس. 25 ناقص. ازاي الاقواس وبعدين الاسس؟ يعني انت ازاي هتحل اللي جوه الاقواس من غير ما تحل الاس اللي جوه القوس اصلا؟ تمام، هتساوي 20، هتساوي 5 وقول لي لو انت تعرف تعملها، تعملها ازاي؟ متعملش أصلا. 25 ناقص 20 5، وفي 9 بره، يبقى 5 في 9 ب45. صفحة 219، اللي بيسأل على الصفحة صفحة 219. حل المعادلة يلا يلا يا عبد الله. 7 زائد إكس بتساوي 15، يبقى الإكس بكام؟ عكس الزائد ناقص، يبقى أنا هنقص هنا 7 وهنقص هناك 7. تمام.
يبقى الاكس بتساوي ايه؟ 15 ناقص 7. 15 تمام، 15 ناقص 7 بيدينا ناقص، يا ابني 8، ايوه 7 8. 15 بينجز يا عبد الله في ايه؟ 8 مس انا 15. متلخبط، انا كنت بجمعها. مس حضرتك عارفه انا كنت اقول، انا كنت اقول لك ان انا 20. اللي بعده مين اللي عليه الدور؟ مروان، يلا يا مروان، انا مروان الاول، مروان وبعدين انت. ما انا بعد عبد الله اصلا. توصل البيانات التالية: عدد السعرات الحرارية في عدد من حبات الفاكهة، أوجد المنوال الوسيط الوسيط والوسيط الحسابي، أوجد المنوال الوسيط والوسيط الحسابي. ثم والوسط الحسابي يا بابا، مش اسمه الوسيط الحسابي، اسمه الوسط الحسابي. أوجد الوسيط والوسط الحسابي، ثم أوجد القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية: 50، 34، 140، 50، انجز يا 40. مروان، مش لازم تقرا السؤال، كلنا شايفين السؤال. انجز. المنوال هو ايه هنا؟ المنوال، ما معرفش المنوال أصلا. بس المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا، أكثر رقم متكرر ببساطة خالص، هو ده المنوال والله. اوكي، ولا الرقم المتقارب عندنا 50 و50. لحظة، هي 50، هي أكتر واحدة متكررة، الباقيين مش متكررين، مفيش غير 50 هي اللي متكررة مرتين. الوسيط يا مروان ازاي؟ فعشان بقى نعمل وسيط نكتبهم بقى بالترتيب. وسيط، ترتيب، رتب. أصغر حاجة 23. هو 20 أصغر حاجة، وبعدها 34، وبعدها 44، 40، 50، 55، 140. أنا قلت 50 مرة واحدة بس عشان هي 50 دي، هي 50 دي. لا يا بابا، لازم نكتبها مرتين. أوكي، 50، 50، 140، 50، 50، 140. يعني انت ما شاء الله عليك ما خدتش ولا ال40 ولا ال55. لا أنا خدت ال55 على فكرة. طب وال40؟ ال40 المفروض اصلا قبل ال44. 34 وال44. 23. بس أتوقع تاني 32، وبعدها 34، دي وبعدين 23 مش 32. تاني واحدة مس. ده اوكي، هيروح مع ده، 2 3 من هنا مثلا، او ناخد 4 من هنا مع 4 من هنا. بس لو خدت 4 و4 هيفضل في 2 في النص دول، ناخد 3 و3 ويفضل 2 في النص، يعني الوسيط هنا ما بين الاتنين دول. ما بين ال44 وال50 الوسيط، هناخد الاتنين دول اعملهم ايه بقى؟ هنجمعهم ونقسمهم على الاتنين. لما الوسيط بيطلع لي رقمين بنجمعهم وبنقسمهم على الاثنين. تمام. 50 زائد 44 تبقى 94 على الاثنين. 94 على الاثنين بتساوي كام؟ 47 على طول. 2 اللي هي 47. اكتب 47 ولا اعمل 44 زائد على 2 يساوي كده، ولا اكتب 47 كمل يا مروان، هو ده مش كان دورك؟ دوري. طيب هو اللي قسم لك ليه 94 على 2؟ هو اللي جاوب مكانك ليه 47؟ احنا مش عارفين نقسم 94 على 2. انا قلت يا مس على فكرة، بس حضرتك مش سمعتيني. انا ما سمعتش غير محمد حماده اللي قال 47، ما سمعتكش فعلا. طب جاي اوعى تسيبني بعد ما قلت، قبل ما انا اقول ماشي،
دوري. الوسط الحسابي. يلا يا محمد يا حمد، الوسط الحسابي نجيبه ازاي؟ بنجيب أكبر قيمة زائد أصغر قيمة. لا، ده والله القيمة المتطرفة. القيمة المتطرفة انا بقول الوسط الحسابي. هو انت سامعني انا بقول انا عايزه ايه؟ انا بقول لك حل ايه سؤال. سامعني بقول الوسط سبب. الحسابي. طيب سامعني بقى، يبقى الوسط الحسابي ايه هو؟ ثاني مرة بسيط. ايه قانونه يا بابا؟ ايه قانون الوسط الحسابي؟ مش احنا لسه قايلين مجموع القيم على عددهم؟ بقى قلنا مجموع الوسيط الكلام على ترتيب، عدد. قلنا الوسيط ترتيب، المدى اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه، المنوال القيمه الاكثر تكرارا، مجموع والوسط الكلام على الحسابي عدد، المجموع يعني احنا القيم بنجمع. على عددهم. نجمع القيم 50 و50 100، 100 50 و50 تانية و50. يبقى 155، 155 و40 يبقى 100 195، 195 كده خلصنا من دول. مية وأربعين وأربعة وأربعين تبقى 100 4 و00، وأربعة وأربعة 8، 104 و8، و34 و23، 4 و3 7، و2 و3 5، 5 و4 9 9 و7 16، 1 و9 10، و8 18، و5 18، و5 كام؟ 23، 2 و1 أربعة، 3 و1 تاني بأربعة، 436 على عددهم. كام عددهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 36. عددهم 8. أنا بقول كام عددهم، كام رقم، هما 8 أرقام، ثمانية يبقى نقسم ثمانية 436 على 8. اديني كده ال 436 على 8، يقول لي فيها كام. إيه، هناخد التلاتة وأربعين. ماشي الوقت في ثمانية بثمانية. تمام، بسرعة شوية. 5 في 8 ب40، دي أقرب حاجة. تلاتة وأربعين ناقص 40 تلاتة، ونزل الستة. هنحط التلاتة وننزل الستة، دي يبقى 36. ايه اللي ماشي يدينا 36؟ أقرب حاجة 4 في 8 ب الستة في 32. ستة، ستة في يا ستة بابا في دي ستة 8، وتلاتين. أنا مالي بالستة في ستة، احنا هنا في جدول 8، ايه اللي جاب عندنا؟ 36 ناقص الاتنين 32 وخمسين. يبقى 40. هنزود بوينت فوق وبوينت تحت ونزود صفر عشان نخلصها، يبقى بقت 40 على 8 فيها الخمس، يبقى الناتج 54.5، 54.5. القيمة المتطرفة بقى هنا مين؟ هاي محمد يا حماد. 140 أكبر قيمة. 140 أكبر قيمة، دي القيمة فعلا المتطرفة. والقيمة المتطرفة هنا بما أنها أكبر قيمة وكبيرة بزيادة، يبقى يزداد الوسط الحسابي بسببها. آخر سؤال بقى أنا اللي هحله يا شباب، عشان مفيش غير دقيقة. طب حلو والله، كل بسرعة يعني الفكرة صح. لا، أنا هشيل الإكس وأعوض بقيمتها، مرة أشيل الإكس وأحط التلاتة، يبقى تلت التلاتة واحد، يبقى النقطة عندي 3 و1. هشيل الإكس وأحط بس 12، كأني بقسم انا 12 حبيت على العيال. التلاتة فيها إلا 4، يبقى النقطة 12 و4. هشيل الإكس وأحط 18، 18 على التلاتة فيها 6، 6 في 3 ب 18، يبقى النقطة 18 و6. 21 على التلاتة فيها 7، يبقى النقطة 21 و7، وهتمثلوهم عادي يا شباب على الشبكة، وكده المسألة خلصت. الواجب بقى يكون الاختبار الثامن كله إن شاء الله. الواجب الاختبار الثامن اللي هو صفحة 220 و221، صفحتين. بس هو المرة كده خلصنا الجاية يا شباب، في هتبقى حد حلوة عنده معاك. سؤال؟